فوق السطح هي جزيرة حربية مجهزة لأن تخوض الحرب وحدها. يمكن أن تحمل 90 طائرة، بإمكانها أن تطلق أكثر من 300 طن من الصواريخ دفعة واحدة. وتحت السطح هي مدينة سكنية مجهزة بمرافق طبية وفنادق ومطاعم. رمز القوة بين الجيوش في العالم. أمريكا أطلقت أحدث حاملاتها جيرالد فورد، رسالة أمريكية إلى العالم تزن 100,000 طن، هكذا وصفها ترامب، وأكد من خلالها على أن أمريكا هي القوى العظمى في بحار العالم. يمكن أن تعمل لمدة 20 عاماً دون إعادة التزود بالوقود. يتوفر فيها نظام إطلاق الطائرات الكهرومغناطيسي، ومجهزة بأكثر الرادارات تطوراً، وهو رادار ثنائي مزدوج النطاق. كلف بناؤها 13 مليار دولار، ويكلف تشغيلها يومياً 7 ملايين دولار. أما صيانتها فتكلف سنوياً 250 مليون دولار. يبلغ طولها نحو 333 متراً، وعرضها نحو 78 متراً، ويعيش فيها أكثر من 5,000 شخص. إنها جزيرة عائمة متحركة تحتاج إلى أكثر من 60,000 طن من الفولاذ لتصنيعها، وقادرة على محو دول من على الخارطة. حاملات الطائرات، هذه الصناعة العملاقة، كيف يتم بناؤها وما هي مواصفاتها؟ لكن وقبل أن نشق معكم عباب البحار، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لكي تصلكم فيديوهاتنا الجديدة. عملية بناء حاملة الطائرات هي عملية معقدة، يستغرق بناؤها من 5 إلى 7 سنوات، وقد يمتد إلى 12 عاماً. فأنت تقوم ببناء مطار عائم متحرك يولد الطاقة التي يحتاجها، ويوفر كل ما هو ضروري للحفاظ على قابلية السكن 5,000 شخص لأسابيع في كل مرة في البحر. حتى أنه لا يمكن مقارنة بناء حاملات الطائرات ببناء مطار، لأنه وفي حين أن كلاهما لديه طائرات تقلع وتهبط، فإن أوجه التشابه تنتهي عند هذا الحد. ولا يمكن مقارنتها مع بناء ناطحات السحاب، لأن حاملة الطائرات تبدأ مهمتها عند انتهاء البناء. باختصار، أنت تحاول بناء مطار ومحطة طاقة نووية وفندق للإقامة الطويلة يتسع لأكثر من 5,000 شخص، بالإضافة إلى المطاعم والمتاجر والمرافق الطبية. ثم أنت بحاجة إلى محركات قادرة على دفع كل ذلك إلى 33 عقدة، على الرغم من وزن الحاملات الذي قد يصل إلى 100,000 طن. عملية البناء المعقدة. لعبت حاملات الطائرات أدواراً حاسمة في المعارك البحرية منذ الحرب العالمية الثانية، وما زالت إلى اليوم تعمل كوسيلة فعالة لنقل آلاف القوات وعشرات الطائرات الحربية بسرعة فائقة إلى أي نقطة ساخنة في العالم، لتصبح حاملات الطائرات التي تمتلكها 9 دول فقط محور أقوى الأساطيل البحرية في العالم. في أمريكا يتم بناء جميع حاملات الطائرات في حوض بناء السفن البحري نورثروب جرومان نيوبورت في فيرجينيا، ويتطلب بناؤها حوالي 2000 مورد للآلات والقطع، ويشارك أكثر من 100,000 عامل بتجهيزها. مثل معظم السفن، يتم تصنيع حاملات الطائرات في أحواض جافة يتم غمرها بعد ذلك، مما يسمح للسفينة بالطفو بعد انتهاء تصنيعها. وتصنع الحاملات من مكونات معيارية تسمى المصاعد الفائقة، وهي أبنية متعددة الغرف متعددة الطوابق. عادة ما يتم بناء حاملة الطائرات من 200 رافعة فائقة. يتم إنزال الرافعات الفائقة في مكانها باستخدام رافعة جسرية عملاقة، ثم يتم لحامها معا. الجزيرة، وهي القطعة الأخيرة التي يتم نقلها والتي تضم الجسر وسطح المراقبة، ويبلغ وزنها حوالي 570 طنا. يتم تزويد الحاملة بتوربينات 4 تقوم بتوليد الكهرباء لتشغيل الأنظمة الكهربائية والإلكترونية المختلفة.
بالإضافة لمحطة تحلية يمكنها تحويل 400 ألف جالون من المياه المالحة إلى مياه عذبة صالحة للشرب كل يوم، وهذا ما يكفي لألفي منزل. على عكس ناقلات الغلايات الزيتية القديمة، لا يتعين على ناقلات الطاقة النووية الحديثة التزود بالوقود بانتظام. في الواقع بإمكان الحاملة قضاء 15 إلى 20 عاماً دون التزود بالوقود. أما عن تكلفة هذه الحاملات، فتكلف كل حاملات الطائرات الحديثة من 10 إلى 13 مليار دولار، بينما تكلفة حاملات الطائرات الحالي يبلغ 5 مليارات دولار لكل حاملة، وتبلغ تكاليف الصيانة السنوية حوالي 250 مليون دولار. فهل سمعت بهذه المعلومات من قبل عن حاملات الطائرات؟ أخبرنا ماذا تعرف عنها في التعليقات.